أيضا عبارة ذكرها السيد الكاظمي خلال زيارته إلى الموصل اليوم، وقال: أعيد الاعتبار إلى العراق. أنا يعني ربما أعادتني قبل أيام ضربة أربيل، أربيل نعم. يعني أريد أن أوجد نوع من الربط في هذا الأمر. هل تعتقد أن السيد الكاظمي يعطي مسمارا هنا وهناك من خلال هذه العبارة؟ واضح انه هو يعني لو رجعنا بشكل غير مباشر، نعم، لو رجعنا الى التغريده مالت اللي ذكرها قبل ايام، يعني عندما وصلت الاتفاقات السياسيه الى احتمال ان اختيار رئيس وزراء غير الكاظمي للدوره القادمه، هو قالها بشكل او باخر. لكن دائما نحن خاصه السياسيين العراقيين وحتى في مواقع متقدمه لا يذكرون ولا يدخلون الى الحاله بشكل كما مباشر. هي مباشر. واضح انه هو يقول انه يعلم جيدا انه مدينه الموصل، لماذا؟ مدينه الموصل الان هي عنوان للتدخل الدولي والاقليمي. نحن عندنا مشكلتين رئيسيتين، لو نظرنا اليها نعلم انه كيف الموصل عندما يذكر رئيس الوزراء في زيارته انه اعطوا للعراق كما تفضلت في سؤالك، اعطوا للعراق دوره او اعادته. نحن نتكلم هنا كيف يعود العراق؟ إذا لم يكن هناك إرادة سياسية كما مستقلة، نحن نفتقد إلى القرار السياسي المستقل. نحن لا زلنا لحد الآن لم نستطع أن نشكل حكومة بسبب ماذا؟ ليس بسبب الرغبة العراقية الداخلية، ولكن بسبب عدم التوافقات، ليس كما يقول التوافقات السياسية والمحاصصة، لا، وإنما عدم وجود الاتفاق الدولي والإقليمي. إذا البلد عندما يكون مستباح بهذه الحالة، الموصل تشكل الآن عنوانا لهذا المجال. هناك مشكلتين رئيسيتين في مدينة الموصل: سنجار والتلاعب والمصالح الدولية والإقليمية فيها، وسهل نينوى وما تحتويه من أدوات للسيطرة عليه ليكون هو الممر النهائي. إذا عندما يكون هذا التدخل في مدينة الموصل ويذكر رئيس الوزراء هذا الجانب، إذا على العراق، من يترك العراق إذا لم تكن حكومة قابلة على أن تواجه هذه الأمور؟ وضحت الفكرة.